قال ودعا معه إلى الله. الذهبي في السير جاب إنه من العشر المبشرين بالجنة، قال أسلم على يد أبي بكر الصديق منهم خمسة، العشر المبشرين مش من عشرة، أبو بكر منهم واحد صح، فضل كم؟ تسعة، تاني خمسة برضو ذي الحق إنه، وأي عمل يعملوه في موازين حسناته. أسلم خمسة على يد أبي بكر الصديق، منهم الزبير وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، بعضهم زاد قال وأبو عبيدة بن الجراح السادس، دل كلهم أسلموا على يد من؟ على يد أبي بكر الصديق.